نستهل هذا الجزء لو تسمحوا لنا بكلمة مسجلة من السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية. Prime Minister, Madam Minister, dear Rania, Excellencies, dear friends and colleagues. First of all, I would like to thank you for organizing this roundtable on the NAWAFI platform. Most of us were at your side in Sharm el-Sheikh for the launch of NAWAFI during COP27. Today, I'm delighted to see the huge progress that we made together to implement your plan and your vision. The NAWAFI platform is actually the perfect example of the partnership-based country platform approach that France supports and sustains. It is based on your national priorities. It brings investors together and coordinates their action to support your ambition and your roadmap. It goes across sectoral divides and drives climate action from all corners of the economy. It coordinates and attracts وهذا ينسق بين التمويلات التي تأتي من القطاعين العام والخاص، وهذا يتم في سياق عالمي صعب. وأدهشني وأعجبني مدى صمود الالتزام المصري بهذه الأجندة، ونوفي يعتبر عاملا حفازا واضحا لأنه يحرز تقدما ملموسا وفي الواقع يشكل إسهاما وطنيا جديدا، وهذا طموح نحو الابتكار في مجال الطاقة المتجددة ولا سيما الهيدروجين الأخضر. في الواقع لقد ألهمت نوفي الكثير من اللاعبين حول العالم، وذلك بالأرقام التي حققتها من خلال الشراكات التي عقدت مع فرنسا وغيرها من الدول. نحن عقدنا شراكات مع دول في السنغال وفي أفريقيا وفي شمال أفريقيا، وأنا في الواقع ملتزمة بنشر هذه الرؤية التي تحقق في نوفي إلى مناطق أخرى من العالم، من ضمن ذلك ما سوف نتعهد به لحماية الغابات المدارية. إن تعاوننا مع مصر مهم للغاية، وفرنسا ملتزمة بالتعاون معكم. لقد تعهدنا ب 100 مليون يورو في مؤتمر الأطراف، وذلك لدعم محور الطاقة، ونحن ملتزمون بالمشاركة في الحوار في قطاعات أخرى كالمواصلات مثلا. وأنا اليوم يسرني أن أعلن أن فرنسا ملتزمة بوعودها. لقد تعهدنا بمشروعات قيمتها 50 مليون دولار، وذلك لتعزيز مشروعات الإمداد بالكهرباء في الإسكندرية، وهذا يؤصل لتحقيق طموحاتكم الرامية إلى تزويد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة. في الواقع إن فرنسا تقدم منحة، هناك منحة من الاتحاد الأوروبي قيمها 10 مليارات يورو. دعونا نستفيد من هذا الزخم، دعونا نسرع الاستثمار. إن عملنا يحقق تقدما ملموسا لكنه لم يكتمل بعد، فنحن ملتزمون بمحور الطاقة في تحت منصة نوفي، ونحن ملتزمون أيضا بالتعاون على صعيد محوري الغذاء والماء. في هذا العالم المتقلب نحن بحاجة إلى صنع قصص نجاح حقيقية. يجب أن نوضح أننا نستطيع أن نواصل التقدم حتى في الظروف الصعبة، وذلك معا. من شرم الشيخ إلى دبي، أنا على يقين بأن نوفي من أهم قصص النجاح العظيمة التي نحتاج إلى نشرها في مؤتمر الأطراف 28، ويمكنكم أن تعولوا على فرنسا في نشر هذه القصة. نراكم في غضون أيام هناك.